هذا وترتبط كل من مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن، وترتكز على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين. وشهدت مجالات التعاون بين القاهرة وباريس نقلة نوعية غير مسبوقة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014. عقود من الزمان باتت شاهدة على العلاقات المصرية الفرنسية ومرتكزة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالعلاقات بين البلدين شهدت العديد من التطورات حتى وصلت إلى حد شراكة استراتيجية انطلاقا من مكانة القاهرة في محيطها العربي والإفريقي وموقع باريس باعتبارها إحدى القوى الأوروبية الكبرى. فمنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014 شهدت مجالات التعاون بين البلدين نقلة نوعية غير مسبوقة. عشرات الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين على كافة المستويات، زيارات عكست التقارب الكبير في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والملفات الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد السياسي تتلاقى وجهات النظر المصرية الفرنسية حول مختلف القضايا، كما تتخذ الدولتان مواقف متقاربة على المستويين الإقليمي والدولي في عدة قضايا، من أهمها التعبئة الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين. كما اتفقت القاهرة وباريس على تعزيز التعاون فيما بينهما لتحقيق السلام والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، حيث اتفق البلدان على مكافحة الإرهاب في البلدان الواقعة على ضفتي البحر المتوسط وعلى التعاون فيما بينهما في مجال تبادل المعلومات والتدريب. كما تتفق القاهرة وباريس على حتمية دعم وحدة الصف العراقي والحل السلمي للأزمة السورية، هذا إلى جانب التنسيق الثنائي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية. هكذا تكتسب العلاقات المصرية الفرنسية زخما يوما بعد يوم، وتتعمق الشراكة الاستراتيجية لآفاق أرحب عنوانها المصالح المشتركة.